نعم. هذا يسأل يقول: ما التعريف الشرعي للقطة وما هي شروطها يا شيخ؟ اللقطة هي المال الضائع الذي له قيمة معتبرة، فهذا هو اللقطة، ويجب عليه إذا أخذها أن يعرف صفاتها الفارقة، أن يسجلها عنده، ثم يعرفها سنة، ينادي عليها في مجامع الناس سنة، فمن جاء وذكر صفات هذه اللقطة المطابقة لما عنده فإنه يجب عليه دفعها إليه. وإذا لم يأتيه أحد تم الحول مع تعريفها، الاجتهاد في النداء عليها ولم يأته أحد، فإنها تدخل في ملكه يتملكها، فإن جاء صاحبها فيما بعد فإنه يدفعها له، وإن لم يأتي فهي له. نعم.